السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مستر حسام الصياد من قناة فلاش التعليمية افهم وتعلم ببساطة. ازيكم يا أصحابي؟ النهاردة إن شاء الله مع منهج كونكت أو التواصل KG2 الترم الأول، وأول حلقة في شرح المنهج. المنهج ده جميل جدا، بيعلمنا حاجات كتير مفيدة جدا هتنفعنا في حياتنا، وزي ما احنا متعودين يكون معانا الكتاب وقلم، ولو مش معانا الكتاب يكون معانا كشكول نكتب فيه ونذاكر منه. ويلا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. وده طبعا يا أصحابي الكوفر بتاع الكتاب، طبعا كونكت ترم 1 ستودنتس بوك. وأول حاجة لازم نعرفها في منهج كونكت طبعا الشخصيات اللي هتقابلنا وهتقعد معانا السنة دي. وأول شخصية لازم نتعرف عليها في منهج كونكت هي شخصية بيزي بي. بيزي بي أو النحلة النشيطة، وطبعا دي بيزي بي لازم نكون عارفين شكلها كويس. دي صديقتنا اللي هتقعد معانا طول السنين اللي جاية في منهج كونكت، واحنا عارفينها قبل كده من KG1. تاني شخصية المفروض نتعرف عليها الترم ده والسنة دي هي شخصية آدم، وهو ده شكل آدم. طبعا عايزكوا تبقوا عارفين شكله كويس لأن هيقعد معانا الترم ده كله والسنة دي كمان. تالت شخصية لازم نكون عارفينها كويس هي شخصية دينا، وهي دي صديقتنا دينا اللي هتقعد معانا برضو الترم ده والسنة دي في منهج كونكت. ورابع شخصية هي شخصية ليلى، وهي دي صديقتنا ليلى، لازم برضو نكون عارفين شكلها كويس لأنها هتقعد معانا السنة دي كلها في منهج كونكت. وخامس شخصية هي شخصية يوسف، وهو ده صديقنا يوسف، لازم نكون عارفين شكله كويس هو كمان. طبعا يا أصحابي دي أول صفحة بعد الغلاف على طول، هنا هنكتب اسمنا النيم، وهنا السكول المدرسة بتاعتنا، الكلاس طبعا رقم الفصل بتاعنا، والديت التاريخ اللي هنكتب فيه بياناتنا، وفي الفريم ده ممكن نحط صورة جميلة لينا. ونروح للصفحة اللي بعد كده، طبعا ده الغلاف الداخلي للكتاب. نروح للصفحة اللي بعد كده، وهنا الكونتنتس او المحتوى. طبعا هنا المنهج اسمه about me او عني، وطبعا اول حاجة اسمها let's remember. let's remember يعني خلينا نفتكر، remember يعني يتذكر يفتكر، دعنا نتذكر. هناخد بعض الحاجات ونفتكر بعض الحاجات الخاصة بمنهج KG1 اللي خدناها السنة اللي فاتت. وبعد كده هناخد يونت 1. يونت 1 طبعا بتكلمنا عن هوب. هوب اللي هو يقفز، وطبعا اللي هو بينط على رجل واحدة وهو بيلعب لعبة معينة ده اسمه هوب. تعالوا نشوف شكله عامل ازاي. هوب HOP، وطبعا ده شكل الحركة بتاعت هوب او القفز، برضه هو بينط بس بينط على رجل واحدة زي ما انتوا بتلعبوا بعض الوقت عملية النط على رجل واحدة لمسافة صغيرة او مسافة كبيرة. تاني حاجة هو بيكلمنا عنها سكيب. سكيب برضو بمعنى يقفز بس يقفز بشكل تاني. سكيب SKIP، سكيب يقفز، وده طبعا شكل السكيب او القفز بتاع كلمة سكيب اللي هو يقفز، بس زي لعبة سكيبنج ذا روب. سكيبنج ذا روب او لعبة قفز الحبل زي ما احنا شايفين قدامنا، ده السكيب ان انت بتنط من فوق حاجة برجليك الاتنين، ده اسمه سكيب القفز او التخطي. وتالت حاجة بيكلمنا عنها برضو هي جامب. جامب برضو بمعنى يقفز. جامب JUMP، JUMP جامب، جامب او يقفز. وهنا جامب يعني بينط لفوق برجليه الاتنين وبجسمه كله زي ما احنا شايفين صديقتنا في الصورة دي، وده معنى كلمة جامب. هو في يونت 1 بيكلمنا عن انواع القفز: هوب، سكيب، جامب. طبعا لازم نكون حافظين كل حركة منهم، هما التلاتة معناهم يقفز بس. هوب اللي هو بينط على رجل واحدة، وسكيب سكيب اللي هو بينط من فوق حاجة بيعمل سكيبنج او بيعمل تخطي، وجامب جامب يعني يقفز بينط بجسمه كله لفوق زي ما احنا شفنا من شوية. تاني يونت اللي هي يونت 2 I play music. I play music يعني انا بلعب موسيقى. ويونت 3 اسمها my home. my home يعني بيتي، يعني منزلي، يعني البيت اللي انا عايش فيه. ويونت 4 my day. my day يعني اليوم بتاعي.
وطبعا بعد كل يونت في حاجة اسمها البلاي تايم. البلاي تايم أو وقت اللعب، طبعا بنلعب فيه لعبة صغيرة نفتكر المعلومات اللي خدناها في اليونت ونراجع عليها مع بعض، وده الكونتنتس أو المحتوى بتاع الكتاب. ونروح للصفحة اللي بعد كده، طبعا هنا السكوب اند سيكونس. السكوب اند سيكونس اللي هو التتابع والتسلسل بتاع الدروس. ونروح للصفحة اللي بعد كده، وأول حاجة زي ما عرفنا من شوية let's remember أو خلينا نفتكر، دعنا نتذكر. وأنا بيزي بي النحلة الشقية بتاعتنا النشيطة بتقول لنا look انظر and write وأكتب، وهي مديانة هنا مجموعة حروف. المفروض إن كل حرف من دول هو أول حرف من اسم أي صورة من الصور دي. يعني هنا مثلا في صورة مثلث، واحنا عارفين ان المثلث يعني triangle اول حرف فيه هو حرف T، فهنا هي كتبلنا T زي ما احنا شايفين قدامنا، وادي حرف T فوق، المفروض هنروح عاملين عليه علامة صغيرة كده لان احنا خلاص استخدمناه. تاني صورة فيها صورة كلب يعني ايه يا اصحابي؟ يعني dog. طيب اول حرف من كلمة dog هو انهي حرف من الحروف الجميلة دي؟ شاطرين، هو حرف الدي، فنشطب على حرف الدي هنا زي ما احنا شايفين قدامنا وهنكتب هنا دي. طب تالت صورة فيها صورة يد يعني hand بتبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الاتش. شاطرين، يبقى هنشطب على حرف الاتش ده وهنكتب هنا اتش. وطبعا ده صورة من صور الجاكيت او اللي احنا بنتقل بيه في الشتاء، وكلمة جاكيت بتبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الجي. حرف الجي، صار شاطرين، فنشطب على حرف الجي وهنكتب هنا جي. طب هنا اللون الاحمر اللي هو in English اسمه red بيبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الار. شاطرين، يبقى هنكتب هنا حرف الار وهنشطب على حرف الار ده. طب هنا الفيل يعني elephant بتبدأ بحرف الاي يا اصحابي؟ الاي. شاطرين، حرف الاي، فهنشطب على حرف الاي وهنكتب هنا اي. طب القرد ده اللي هو in English يعني monkey بيبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الام. شاطرين، يبقى هنشطب على حرف الام وهنكتب هنا حرف الام. طب الفراولة يعني strawberry بتبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الاس. شاطرين، الاس، يبقى هنشطب على حرف الاس وهنكتب هنا حرف الاس. واخر حاجة البرتقالة الجميلة دي، وبرتقالة يعني اورنج بتبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الاو. شاطرين، الاو، فهنكتب هنا حرف الاو وهنشطب على حرف الاو اللي موجود فوق هنا. وبكده احنا استخدمنا كل الحروف وكتبناهم كل حرف تحت الصورة الخاصة بي، طبعا هو اول حرف من اسم الحاجة اللي في الصورة، وعرفنا نفتكر مع بعض وعملنا remember او افتكرنا. ونتنقل للبيج اللي بعد كده، خليكم معي ونوصل لبيج نمبر 3. وهنا بيزي بي بتقول لنا count and color. count يعني عد، and color يعني لون. وهنا مديانا في الصورة دي 2 chairs أو كرسيين، وكتبه هنا في السيركل الصغيرة دي number 2. في هنا مجموعة كتب، حد يقدر يقول لي عددهم كام؟ 3. شاطرين، 3، فهنعدهم كده 1 2 3. فالمفروض هنكتب في السيركل دي رقم كام يا اصحابي؟ 3. شاطرين، هنكتب هنا 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في هنا مجموعة pens او اقلام، المفروض عددهم كام يا اصحابي؟ 4. شاطرين، 4، يبقى هنكتب هنا 4 1 2 3 4 هما 4 فعلا، يبقى هنكتب هنا 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب هنا في صورة حاجة، ايه هي الحاجة دي عددها قد ايه؟ 1. شاطرين، 1 دي البورد او اللوحة اللي احنا بنكتب عليها في الكلاس روم،
وهي عددها واحد بس، هي مفيش غيرها، فهنكتب هنا 1 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب في هنا مجموعة pencils او اقلام رصاص، عددهم كام يا اصحابي؟ 5. شاطرين، 5. 1 2 3 4 5. يبقى هنكتب في السيركل الصغيرة دي كام يا اصحابي؟ 5. شاطرين، 5. يبقى هنكتب هنا 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. وفي اخر حاجة مجموعة tables او ترابيزات، هنا عددهم كام دول يا اصحابي؟ 3. شاطرين، 3. 1 2 3. بقى هنكتب هنا كام يا اصحابي في السيركل الصغيره دي؟ 3. شاطرين، 3 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد ما عدينا وعملنا كاونت، المطلوب منكم ان انتوا تعملوا كولر او تلونوا الصور الجميله دي، وبكده نكون انهينا البيج دي ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ولسه في let's remember او خلينا نفتكر، دعنا نتذكر. وهنا بيزي بي بتقول لنا look and write، انظر ثم اكتب. وطبعا اول صورة هي صورة الجاكت، واول حرف منها حرف الجي زي ما احنا شايفين قدامنا، فبيزي بي هنا كتبلنا حرف الجي، فالمفروض ان احنا نشطب على حرف الجي ده. وبعد كده في صورة فم، فم يعني ماوس، ماوس يعني فم. اول حرف في كلمة ماوس هو حرف ايه يا اصحابي؟ الام. شاطرين، يبقى هنكتب هنا حرف الام، وهنشطب على حرف الام زي ما احنا شايفين قدامنا. تاني صورة فيها صورة تفاحة، تفاحة يعني ابل، 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 ابل. كلمة ابل بتبدأ بحرف ايه يا اصحابي؟ الاي. شاطرين، حرف الاي. يبقى هنشطب على حرف الاي، وهنكتب هنا حرف الاي زي ما احنا شايفين قدامنا. تالت صورة فيها صورة كتاب، كتاب يعني بوك، بوك، بوك. اول حرف في كلمة بوك هو حرف ايه يا اصحابي؟ بي. شاطرين، حرف البي. يبقى هنشطب على حرف البي، وهنكتب هنا حرف البي. رابع صورة فيها صورة بيضة او اج، اج، اج. اول حرف في كلمة اج هو حرف ايه يا اصحابي؟ الاي. شاطرين، هو حرف الاي. يبقى هنكتب هنا حرف الاي، وهنشطب على حرف الاي زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده عندنا صورة علم، علم مصر بلدنا الحبيبة، وعلم يعني فلاج، فلاج، فلاج. اول حرف في كلمة فلاج هو حرف ايه يا اصحابي؟ الاف. شاطرين، هو حرف الاف. يبقى هنكتب هنا حرف الاف، وهنشطب على حرف الاف زي ما احنا شايفين قدامنا. وبعد كده عندنا صورة البطة الصغيرة الجميلة دي، وبطة يعني duck، duck، duck. اول حرف من كلمة duck هو حرف ايه يا اصحابي؟ الدي. شاطرين، هو حرف الدي، فهنشطب على حرف الدي، وهنكتب هنا حرف الدي زي ما احنا شايفين قدامنا. بعد كده عندنا صورة الطاقية الجميلة دي، وطاقية يعني كاب، كاب، كاب. اول حرف في كلمة كاب هو حرف ايه يا اصحابي؟ السي. شاطرين، هو حرف السي، فهنكتب هنا حرف السي، وهنشطب على حرف السي زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر صورة عندنا هي صورة الكوباية الجميلة دي، والكوب ده اسمه ماج، ماج، ماج. اول حرف في كلمة ماج هو حرف ايه يا اصحابي؟ الام. شاطرين، هو حرف الام، فهنكتب هنا حرف الام زي ما احنا شايفين قدامنا. كل حرف حطيناه تحت الصورة الخاصة بيه، ونتنقل للبيج اللي بعد كده. خليكم معايا ونوصل لاخر بيج في درس النهاردة، وهنخلص معاها let's remember علشان الدرس الجاي نبتدي ناخد unit 1، وهي page number 5. وهنا busy bee بتقول لنا listen and number، listen يعني استمع، and number، number ثم ضع الرقم الصحيح، حط الرقم الصح بتاعها. فانا هقول لكم اسم الحاجة وانتوا هتحطوا عليها الرقم الصحيح بتاعها. وطبعا هنا البيج دي اسمها life skills، life يعني حياة، وskills، skills يعني مهارات. life skills يعني مهارات الحياة، الحاجات اللي احنا بنعملها في يومنا وفي حياتنا العادية. وبيزي بي هنا مديانا اول صورة،
وحط عليها نمبر 1 وصديقتنا دي بتشرب مية، صديقتها التانية بتحط لها مية في الكوب زي ما احنا شايفين قدامنا، وهي تشرب المية دي، وده هنسميه drinking water، drinking water او شرب المياه. المفروض ان انا هقول لكم نشاط تاني وانتوا هتقولوا لي النشاط ده في انهي صورة ونحط عليها رقم 2. تاني صورة انا هقول I wash my face، I wash my face انهي صورة من الصور دي يا اصحابي ومعناها ايه؟ انا اغسل وجهي. شاطرين، انا اغسل وجهي، وهي طبعا هي الصورة دي، فنحط عليها نمبر 2 زي ما احنا شايفين قدامنا I wash my face. تالت صورة انا هقول لكم I wash my hand، I wash my hand يعني ايه يا اصحابي I wash my hand؟ انا بغسل يدي. انا اغسل يدي، شاطرين، يبقى هي دي الصورة نمبر 3. رابع صورة هقول لكم فيها It's a crayon، It's a crayon يعني ايه It's a crayon يا اصحابي؟ انه قلم تلوين. شاطرين، انه قلم تلوين، يبقى دي الصورة نمبر 4 زي ما احنا شايفين قدامنا. طب خامس صورة هقول لكم فيها It's a book، It's a book يعني ايه It's a book يا اصحابي؟ انه كتاب. شاطرين، انه كتاب، فيبقى دي الصورة نمبر 5 زي ما احنا شايفين قدامنا. واخر حاجة هقول لكم عليها I plant a plant، I plant a plant يعني ايه يا اصحابي؟ انا ازرع نبات. انا ازرع نبات، شاطرين، يبقى هي دي الصورة نمبر 6 زي ما احنا شايفين قدامنا. وبكده احنا عرفنا كل صورة رقمها كام، انت عملت listen وسمعت وبعدين حطيت الرقم الصحيح او حطيت النمبر الصحيح بتاع كل صورة. وملخص الدرس بتاع النهاردة، الكلمات اللي احنا رجعنا عليها وعملنا remember هي triangle dog hand jacket red elephant monkey strawberry orange jacket mouse apple book egg flag duck cab mug. كده نكون انهينا درس النهاردة. عايزكم تراجعوا على الكلمات دي لان هي الخاصة بمنهج كيجي وان المفروض تكونوا حافظينها وتكونوا عارفينها كويس. راجعوا عليها حتى لو نسيتوها مفيش مشكلة، المهم ان احنا نحفظها ونراجع عليها كويس علشان نبدأ المنهج الجديد من الدرس الجاي واحنا شاطرين وفاكرين كل حاجة. وفي الختام اتمنى ان انتوا تكونوا استفدتم من درس النهاردة. لو استفدت من الدرس اعمل لايك وعرفنا ان انت استفدت. اتمنى ان انا اشوف 1000 واحد استفادوا او 1000 لايك تحت الفيديو. والاهم من كده ان انت تشارك الدرس مع اصحابك على مواقع التواصل الاجتماعي والواتساب، وخليك متأكد دايما ان في حد غيرك محتاج المعلومة وهتفرق معاه كتير، وانت مش هتخسر حاجة بس غيرك هيستفيد. وما تنسوش تتابعونا على صفحتنا على الفيسبوك وعلى المجموعة بتاعتنا كمان، وانا سايب لكم اللينكس بتاعتها في الديسكريبشن او في الوصف اسفل الفيديو. وفي الختام استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.